السلام عليكم، مساء الخير استاذ عبد الكريم وصلاه الشيخ صالح. عليكم السلام، حياكم الله. الله يسلمك. انا عندي سؤال في بعض العبارات سماحه الشيخ تطلق، انا اريد بس هل مثل هالعبارات جائزه مثلا خاصه في اوقات مثلا العزاء والموت؟ يقولون مثلا بعض العبارات البقاء لله او البقيه في حياتك او كذا، يعني هل مثل هالعبارات مثلا جائزه ان الانسان يطلقها، او هناك مثلا عبارات افضل من هالعبارات هذه؟ شكرا. اما قول البقاء لله هذا صحيح، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم البقاء في حياتك فهذا لا يجوز، ما أحد يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تقال هذه العبارة البقاء في حياتك. لكن لو قال بارك الله في حياتك وأمد الله في عمرك أو ما أشبه ذلك لا بأس. نعم.